أرقام فيروس كورونا متذبذبة، في بعض البلدان تعاود ارتفاعها وفي أخرى تسجل انخفاضا. الهند ثاني متصدر في عدد الإصابات، تسجل أرقاما عالية جديدة. حال ألمانيا مماثل، ليتجاوز مجمل أعداد المصابين 6.5 مليون مصاب. في المقابل تبدو روسيا والصين أفضل حالا، أو هكذا تعلنان. وإذا كانت النسخة الأصلية من كورونا أو متحورها دلتا في تذبذب، فإن أوميكرون يواصل ارتفاعه عالميا. أستراليا قالت إنها ستقلص وقت انتظار الحصول على جرعة تنشيطية ضد كوفيد بعد ارتفاع الإصابات بسلالة أوميكرون. وتعلن تركيا تسجيل أول 6 إصابات بالمتحور الجديد. حال الدنمارك يشبه البلدان الأوروبية الأخرى، ارتفاع مضطرد بإصابات المتحور الجديد، إذ تقترب الأعداد فيها من 2000 حالة. الوضع الجديد دفع السلطات الصحية الفرنسية إلى الموافقة على علاج الحالات شديدة الخطورة بالأجسام المضادة التي تنتجها شركة أسترازينيكا. الخشية من أوميكرون دفعت قاضيا في المحكمة البرازيلية العليا إلى إصدار قرار يلزم جميع المسافرين إلى البلاد بتقديم شهادة لقاح توثق التطعيم ضد فيروس كورونا. القاضي بهذا القرار يتحدى ما يوصف بتساهل الحكومة المعارضة للتحصين الإلزامي من الفيروس. وبينما تعمل الدول على إجراءات جديدة في مواجهة الفيروس، تستمر المظاهرات المناهضة للقيود في أوروبا، وضع بات شبه يومي في عديد من دول القارة، ليضع السلطات بين ضغط الاقتصاد والمجتمع والوباء الضارب بقوة.